ركز على انه يشتري ارض. فجأة يأتي الغيب. لان الايقونة البيزنطية هي ليس مجرد فقط رسم. يوجد مفتاح لهذا الكنيسة. نزحت هنالك بسنة 1880. هذه الخارطة اليوم اعتمدت باليونسف. إيلي أو إيلا هي أحد أسماء الله. بدايات الرحية كانت عشرة. كان راهب ساكن هون وكانوا السياح اللي يجوا. كل طائفة تسمى بالملة. بستان مار شربل أو الحديقة الدير. والكنيسة اسمها سيدة الجبل لأنه بيحكي كمان التقليد أنه لما إجا المسيح إجت معاه ماريا. صار عندنا بحدود 1200 عائلة أرثوذكسية. ببركة ودعم سيادة رئيس أساقفة بيلا الوكيل البطريركي في شمال الأردن فيليمونوس مخامرة وقدس الأب يوحنا حداد وقدس الأب عبد الله مرجي وبدعم أبناء الرعية الأرثوذكسية في مدينة إربد وبالتعاون مع لجنة كنيسة القديس جورجوس للروم الأرثوذكس أنهى الرسام وسام السلمان المتخصص في الفن الكنسي البيزنطي رسم أيقونات جدران الكنيسة والتي كانت موضع إشادة وتقدير سيادة المطران المخامرة. إحنا بوجودنا في هذا الموقع تم ترميم شوية أو تجديد بعض الأمور في الكنيسة، منها بقبل سنة ونص في تجديد البلاط وإضافة بعض الأيقونات الأرثوذكسية، وكان عملنا على إقامة أيقونات أرثوذكسية في طريقتين أو في خطوتين. كان الخطوة الأولى هي جوا الأيقونوس جوا الهيكل في رسم أيقونة العذراء اللي هي أرحب من السماوات وما فوقها أيضا أيقونة البشارة، وأيضا بعد ذلك كان في المرحلة الثانية رسم أيقونة الضابط الكل في صحن الكنيسة وأيضا أنبياء العهد القديم والأناجيل الأربعة حسب القانون الفني البيزنطي اللي تم رسمها من قبل الفنان وسام السلمان، مشكور على جهوده الطيبة وعلى عمله اللي حقيقة تعكس جمال وروعة، لأن الأيقونة البيزنطية هي ليس مجرد فقط رسم ولكن توحي تاريخ وتوحي روحانيات وأيضا عقائد في طريقة الرسم الفن البيزنطي. صيانة الكنيسة تم على نفقة بطركية الروم ورسم أيقونة الضابط الكل وأيقونة أرحب من السماوات، أما أيقونة الأنبياء أو الأنبياء العهد القديم وأيقونات الرسل الأربع وأيقونة البشارة فبتبرع من أبناء الرعية من التبرع السخي، وإحنا إن شاء الله بالصدد إنه نستمر في الرسم وفي رسم كل الكنيسة جدار الكنيسة حسب قدرتنا وقدرة أبناء الرعية حتى تكون الكنيسة برضه في جمالها في رونقها، لأن وجود الأيقونات في الكنيسة هو وجود له عمق روحي وله عمق تاريخي وأيضا له عمق عقائدي كما سبق وقلنا. فإحنا بإذن المولى مستمرين في العمل، مستمرين في عمل في دعم منا وأيضا في دعم من أبناء الرعية وفي تطوع من الناس اللي بحبوا الكنيسة وبحبوا بجمال بيت الرب. وبيّن الرسام السلمان أن العمل ما زال مستمراً لإنجاز الأيقونات المتبقية، وهي أيقونة العشاء السري وأيقونة حياة القديس جورجوس في مزاره الموجود داخل الكنيسة. الأيقونة هي عبارة عن صفحة من صفحات الإنجيل المقدس، هي عبارة عن الكلام المقدس من الإنجيل ولكن بالألوان. الأيقونة هي نقل كل ما جاء في الإنجيل المقدس والتقليد الشريف من أحداث، فتتحول الأيقونة في مجد صورتها وألوانها إلى إنجيل أو كتاب مقدس. الكنيسة لنا هذه الأيقونات كإعلان حي عن يسوع المسيح وأعضاء جسده وهم القديسين، فالأيقونات
تصور لنا يسوع المسيح المتجسد في مختلف لحظات حياته، كما تصور أيضا حياة قديسيه الذين عاشوا على صورته ومثاله. علاقتنا مع الأيقونة علاقة إكرام وليست علاقة عبادة، ونحن ننحني أمامها أو نسجد لها ليس سجود عبادة بل سجود إكرام. والإكرام لا يعود إلى الخشب، إنما يعود إلى أصل الأصل، أي إلى صورة السيد المسيح المرسوم فيها بالدرجة الأولى، وللعذراء مريم وللقديسين. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجئي في كل ضيق، ملجئي في كل ضيق. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، وبأسرارك النفيس دقنا يسوع الرقيب، ملجئي في كل